إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. شوف يا أستاذ حلمي يا أخوي، عاوز أقول لك على معلومة حلوة قوي عرفتها مبارح. لو ضغطك عالي اشرب كركديه، ده الكركديه السخن بينزل الضغط. وخلي بالك اوعى تشربه سائع، الكركديه السائع بيرفع الضغط. لا لا لا، باين عليا اتلخبط. شوف يا أستاذ حلمي، الكركديه السخن هو اللي بيعلي الضغط، خلي بالك اشربه سائع وهو هيرطب معدتك ويروق دمك ويظبط لك ضغطك العالي. مشروب الكركديه من المشروبات المفضلة عند ناس كتير، وليه فعلا فوائد صحية عديدة، منها انه غني بالمواد المضادة للأكسدة اللي بتساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة. كتير من الأبحاث العلمية كمان بتقول ان الكركديه ليه دور مهم جدا كمقاوم للالتهابات في الحيوان والإنسان، وبيقلل من الدهون الضارة في الجسم زي الكوليسترول، وبيساعد على تنزيل الوزن. وفي بعض الدراسات المعملية وجدوا ان مستخلص الكركديه ليه أيضا مفعول مضاد للبكتيريا، وبعض الأبحاث الإكلينيكية قالوا إن تناول الكركديه ليه مفعول مخفض لضغط الدم العالي، لكن الدراسات دي أكدت إن الكركديه لا يمكن أبدا اعتباره بديل عن أدوية الضغط بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع. لكن السؤال هنا، هل الكركديه السخن ولا البارد هو اللي بيساعد على تنزيل الضغط؟ هنعرف بعد الفاصل. الحقيقة في جدل شائع بين الناس عن مين المفيد للضغط العالي، مشروب الكركديه السخن ولا البارد. في ناس بتعتقد وبتأكد ان الكركديه البارد بس هو اللي بينزل الضغط وان السخن بيعليه. الحقيقة معظم الدراسات والأبحاث بتدعم فكرة ان الكركديه بيساعد على تخفيض الضغط، لكن لا يوجد اي دليل علمي على الفرق بين الكركديه السخن أو البارد. كل المزاعم دي غير صحيحة تماما. الكركديه سواء السخن أو البارد بيساعد على خفض ضغط الدم. عن طريق إيه؟ عن طريق إنه ليه بعض المفعول المدر للبول، إلى جانب إنه كمان غني بعنصر البوتاسيوم اللي بيحافظ على توازن الأملاح والسوائل في الجسم. وفي دلوقتي بعض الدراسات بتحاول تدرس إمكانية إضافة خلاصة الكركديه للعقاقير المخفضة لضغط الدم، لكن بنأكد ان الكركديه سواء سخن او بارد لا يعد ابدا بديلا عن علاج الضغط لمرضى ضغط الدم المرتفع. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.